كان بغي نشكركم على هذه المبادرة لأنكم جيتوا وقفتوا معنا ولأنكم جيتوا شجعتونا. كان بغي من بهذه المناسبة هذه نوجه تحية الوالدية والخوتي والعائلتي كاملين، عائلة زروال وعائلة السلامي، نقول لهم توحشتكم بزاف، نقول بابا وماما وخوتي توحشتكم بزاف. كنت كنتمنى نكون معكم في العيد الصغير ولكن ما كتبش، وإن شاء الله كنتمنى في العيد الكبير نكون معكم إن شاء الله. ودعيوا معايا والله يحفظكم لي والله يحفظ جميع أمة محمد إن شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله. كان لقيت واحد الأجواء قاسية بزاف بزاف، يعني معاناة ديالنا في ديك اللباس اللي كنكونوا لابسين، كتجيبها كنبقى 4 ساعات 5 ساعات 8:30 وحنا باقيين داخل، يعني المغرب أدنت العشاء علينا تأدن حنايا، باقي ما فرقنا لا صيام لا والو، ولكن الحمد لله كلشي عندنا فيه الأجر. كنبغي نوجه لواحد الرسالة للعائلة ديالي، ماما وبا وخوتي توحشكم بزاف بزاف بزاف، كنت كنتمنى ندوز معاكم رمضان والعيد، ولكن رغم الظروف هادشي اللي عطى الله نتمنى والله يهز علينا هاد الوباء هذا ونكون معاكم في العيد الكبير ان شاء الله يا ربي، والله يحفظكم بزاف ويحفظ جميع المسلمين يا ربي، توحشكم بزاف بزاف، دعيوا معانا. توحشت الوالدين ديالي بزاف واختي الصغيره بزاف، ومن هذا المنبر كنوجه لهم التحيه لعائلة رجدي كامله وعائله السملالي وعائله مجدوبي كاملين، وكنقول لهم ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.